خلونا ناخد معانا على التليفون السيد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري. عايزين نفهم ازاي البنوك الجهاز المصرفي المصري قدر يتفاعل مع القرارات الاقتصادية الجديدة وخصوصا مد شبكات الحماية للمواطنين. اهلا بيك يا علاء بيه. اهلا بيك يا فندم. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير، كله تمام. طمنا يا فندم. الحمد لله، حضرتك عارف ان دايما البنك المركزي بياخد اجراءات استباقيه مع كل احداث بتحصل. صحيح. احنا حاليا في عندنا ازمه عالميه، ارتفاع اسعار على مستوى العالم كله، عندنا الاحداث الموجوده في اوكرانيا وروسيا، فده طبعا بالتالي كان ليها تاثير اقتصادي عالمي، وطبيعي ان احنا جزء من العالم، فكان في تاثير برضو علينا كجمهوريه مصر العربيه. حضرتك شفت قرارات معالي محافظ البنك المركزي الفترة اللي فاتت، وقرارات فخامة رئيس الجمهورية بالنسبة للتبكير في صرف الرواتب والعلاوات والمعاشات اللي أقرها فخامته في اعتبارا من 1/4. ده بيأتي معاه برضو بالتزامن، احنا كجهاز مصرفي لنا دور كبير جدا، وبالذات ان احنا بنمس الطبقة طبقة المزارعين والطبقة العريضة من الشعب المصري في الريف المصري، وبالتالي كان لازم احنا كمان نتفاعل مع الأحداث دي. وقمنا أول قرار خدناه النهاردة هو تحريك الفئات التشليفية الخاصة بالعملاء بتوعنا، ما يطلق عليه السلفة الزراعية في عرف البنك الزراعي المصري. حلو. احنا حركنا السلفة الزراعية دي لحد 25%، من 20% ل 25%. اي عميل النهارده يقدر يزود السلفه بتاعته علشان يقدر يجهز الارض بتاعته ويبتدي الزراعه بتاعته. حضرتك عارف ان احنا داخلين على الموسم الصيفي الفتره اللي جايه ديت. ايوه. وبالتالي دوت بيتواكب مع ارتفاع في تكلفه الانتاج، وبالتالي احنا كان لازم نتماشى معاها ومع المزارعين بتوعنا ونحس بالنبض السوق ونبض المزارعين. طيب دوت طبعا ده بنفس الفايده اللي هي الفايده المدعمه 5% بدعم من وزاره الماليه والبنك المركزي. هايل. ووفقا وتوجيهات معالي محافظ البنك المركزي ان احنا دايما نكون مع المزارعين بتوعنا مع الفلاحين بتوعنا. نفس القصه برضو احنا ابتدينا برضو بندخ في مشروع البتلو بفايده 5%، فايده مدعمه 5%. قمنا برضو في نفس التوقيت عندنا مجموعه من العملاء برضو خلال الفترة الماضية ديت ما قدرتش انها تسدد المدينات بتاعتها، قمنا بمبادرات سابقة لعدمنا دي مبادرات بمليارات يا علاء بيه، ولجميع العملاء المتعثرين حتى 30/11. تواكب معاها برضو ان احنا بصينا على العملاء المنتظمين اللي بقى عندهم مشكلة في السداد بسبب برضو ارتفاع الأسعار، فقعدنا هيكلة القروض ديت من لفترة من 3 سنين إلى 8 سنين بأقساط شهرية بسيطة جدا وفايدة 5%. أعتقد دي كانت برضو خطوة استباقية مننا بحيث إن احنا نسهل الدنيا على المزارعين والعملاء بتوعنا. عظيم جدا والله يا علاء بيه. يعني انا كنت لسه بقول لحضرتك انه المبادرات اللي فاتت دي انا متذكر كويس بعض من ارقامها، احنا كنا بنتكلم في مليارات مش في حتى بضع ملايين، يعني فاحنا بنتكلم على دور مهم. مليار افندم. المبادره السابقه كنا بنتكلم ما بين تسويات وما بين اعدام للدور في حدود 10 مليار جنيه. ايوه بالظبط كده. مست اكثر من 450 الف مزارع، يعني احنا بنتكلم في حوالي 4 مليون مواطن في الريف المصري. طيب انا اسال علاء بيه فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، مش بس بقى باعتباري المذيع، أنا أقدر أقول أنا عميل عندكم في البنك بالمناسبة، وعميل باعتباري أن أنا راجل يعني أريد أن أمارس النشاط الزراعي. تشجع الاستثمار في القطاع الزراعي في هذه المرحلة؟ هقول حضرتك حاجة، بعد اللي احنا شفناه في الأحداث العالمية وارتفاع الأسعار وعدم توفر المواد الغذائية على مستوى العالم وندرة المية وارتفاع أسعار الوقود، بكل تأكيد أشجع طبعا النشاط الزراعي وأشجع اللجوء للصحراء واستخدام الإمكانيات الموجودة في يا ربنا مدينا حاجات كتير قوي كويسة بالنسبة لنا،
منطقة الوادي الجديد الشمس على مدار العام ساطعة، وبالتالي الطاقة الشمسية ممكن تستخدم هناك في الزراعة، وتكلفتها بتبقى أرخص كتير من الكهرباء، والأرض صالحة للاستزراع. والحمد لله احنا مولنا مشاريع كبيرة جدا في الوادي الجديد الفترة اللي فاتت، عندنا برضو غرب المنيا من مناطق الوعدة، واعتقد ان الزراعة البلد اللي تقدر توفر الزراعات لشعبها فده بيبقى اقتصادها قوي. ولو بصينا على هولندا على سبيل المثال، هولندا بلد زراعية في المقام الاول، والصناعة اللي قامت عليها قامت على الزراعة. فبكل تأكيد النهاردة الشباب المصري ده، احنا عندنا اكتر من 60% من الشعب شباب، فطبعا الزراعة هي دي مستقبلهم ومستقبل اولادهم ومستقبلهم، وهي دي اللي هتنمي الاقتصاد بتاعهم. فانا اقول انه السيد علاء فاروق رئيس مجلس اداره البنك الزراعي المصري يشجع على الاستثمار الزراعي، يشجع على الاستثمار في الاستثمار الحيواني الداجني، كل ما هو متعلق بالزراعه والغذاء. هذه المرحله مرحله مواتيه، خاصه ان احنا كمان عندنا قدرات تصديريه للمنتجات الزراعيه بتاعتنا. وخلال الفتره اللي فاتت دي فعلا احنا في نمو حصل في الصادرات بتاعتنا، هيك احنا من 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 على مدار الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول احنا زادت الوقع الزراعيه، زاد الانتاج للتصدير، واعتقد ان دي فرصه جيده جدا في خلال الفتره اللي جايه بالذات بعد الاحداث العالميه دي. وكمان برضو النهارده السلع بتاعتنا تعتبر عالميا رخيصه مقارنه بالسلع الموجوده على مستوى العالم. عظيم جدا جدا علاء بيه، انا سعيد جدا بهذه المكالمه زي ما بيتقال وبالتوضيح ده، وسعيد اكتر بدور البنك الزراعي المصري اللي بيقوم بيه زي ما كنا بنتكلم. مبادره اللي فاتت دي كانت باكتر من 10 مليار دولار 10 مليار جنيه، ما بين اسقاط ديون واعاده جدوله واعاده هيكله للدين، ايضا دعم للمزارعين المصريين، مبادرات كتير بتتعمل سواء اذا كان الاستثمار الزراعي المباشر او الحيواني او الداجني او الصناعات الغذائيه وما الى ذلك. فدور شديد الأهمية لبنك شديد الوطنية وواحد من أهم وأقدم وأعرق البنوك اللي عندنا في مصر. أنا بشكركم جدا جدا جدا، كل الشكر ليك سيد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.